تبي طالعه بزاف ماشي بحال الايامات الاخرى. بحال دابا الميره كتوصل 2000 درهم ديال العريش، 1800، القمرون كيوصل دابا 1700 1600، في الايامات الاخرى كان القمرون كان 1200 1300، الميره كانت 1300، دابا ولات دابا 1800 2000 درهم. هذا القرب هذا كنا كنجيبوه ب 60 درهم ولا كنجيبوه ب 80 درهم، هذا الفرخ هذا كنا نجيبوه ب 35 40 ولا ب 60 درهم، هذه كنا نجيبوها ب 1000 ريال دابا ولا 80 درهم. وشوفي الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. ياك هو حاج القريان دابا كان اقبال دابا هو على القمرون وعلى الفرخ، كيديروا الناس كيديروا البريوات صافي، والميره الكولة الكبيره. وياما ترى ما دار الميرنا والقمرون والصول والسرديل، يعني شي حاجه ديال القليان. والقدره شي اثمنه غاليه شويه، الله يكون في العون، اثمنه طالعه شويه فهمتي، هي الاثمنه راه الله يكون في العون، لا لينا حنا ولا اللي غايشري من عندها، الله يكون في العون، الاثمنه غاليه بزاف. وغلا كاين اخويا الاحتكار، الله يعلم كيقولوا الاحتكار، ما تعرف ما تفهم والو. دابا ملي كنمشي دابا في المرسى كتمشي عند السيد كيوريك فاكتوره، كيقول لك هانت هذه، هانت تشوف الفاكتوره صيفط لي هذه الثمن، هذه الثمن، هذه ما تعرف من الصح من الكذوب فهمتي. حنا ما نعرفوش داك الشيء ديالهم هما، داك ديال صحاب الكروسيس اللي ما حنا راه شما هذوك كنشريو الحوت، كان رخيص نشريو الحوت، كان غالي كنشريو الحوت.